صباح النور ريبيكا، كيف الحال؟ تمام الحمد لله. ريبيكا ساعة بداية، خلينا نبدأ واضحين، عازفة موسيقى مؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي ورسامة أيضا، مواهب مختلفة وموجودة بشكل كبير. سمعناك في البداية مع عودتنا بعد الفاصل الأخير، صوت ما شاء الله، ونحب نتحدث أكثر ونغوص أكثر في عدة تفاصيل معاك اليوم ريبيكا. يمكن البعض يقولوا أنه الاختلاف هذا يميزك عن بقية الناس، حتى ولو موجود الاختلاف ولكن هو مميز وأنت تتعامل معه بأنه شيء مميز بالنسبة لي. صح، أنا بتعامل معه كهو شيء مميز، يعني حتى يعني ما بيوم العادي كل يوم ما بحس حالي، يعني لا بالأنتوراج تبعي ولا بالإنه الناس يلي حوالي بحسسوني إنه أنا شخص غير. الحمد لله، وهذا الأهم أكيد. طيب لو ندخل أكثر في بعض التفاصيل، مع الأسف نعرف نحن تقريبا في كل المجتمعات وكما مجتمعاتنا العربية أيضا، بعض الأشخاص اللي يكون عندهم نوع من الاختلاف دائما ما يتعرضوا إلى نوعا ما من التنمر وهالحاجات اللي تأثر عليهم بعض الأحيان بشكل سلبي، ولكن أعتقد أنه تعاملت مع التنمر بشكل مختلف ريبيكا. هلا أنا ما تعرضت للتنمر الجسدي أو اللفظي مثل باقي الناس، بس إنه أكيد تعرضت مثلا لتهبيط معنويات، لتوشوش، يعني بين الناس بتوشوشوا بيقولوا إنه يي لك كيف تمشي، يي جسمها أكبر من شكلها، تكوينها يعني عادي، يعني أنا متأقلمة مع الموضوع، وصراحة وقت بكون ماشية وبلاقيت ناس عم يتوشوشوا بهويلهم، يعني بقولهم هاي. بس هو إجمالا الناس الكبار ما بيحكوا كتير علي، بالعكس إنه دايما بيتغازلوا فيه، بس إنه أولادهم بيكونوا ما بيفهموا إنه صغار بيصيروا يوشوشوا بعض. ولكن هو الإنسان وقت اللي يتعامل مع أي اختلاف بالطريقة اللي أنت تعاملت معها، أكيد أنه يغير نظرة المجتمع، يغير نظرة العديد إلى كل من موجود معنا في المجتمع ويتشارك معنا في الحياة، حتى لو عنده اختلاف أكيد سيحس حاله أنه مش بالضرورة أنه يكون مختلف، بل بالعكس قد يكون عنده أشياء تميزه عن بقية الأشياء. أنا ما بغير نظرة المجتمع فيه، أنا بغير نظرتي للمجتمع، يعني مثلا أنا وقت بكون قاعدة بلاقي مثلا أخواتي عم يقولوا لي ليك عم يطلعوا فيك، بقول لهم معلي أنا بلفت النظر، بقول لهم هيك أنه بخدها بهيدي الطريقة. ما عليك ريبيكا، هذه حاجة مهمة جدا. من هو الداعم الأكثر ليك في حياتك؟ أكيد العائلة والأخوات. أكيد أهلي وخصوصا أمي، يعني هلأ كل مرحلة بحياتي كان في شخص داعم لإلي، بس أمي هي يعني بالأول مثل شخصيتي، هي لولاها ما كنت أنا هالقد واثقة من نفسي، وكتير تعبت علي أنا وصغيرة، وأكيد بيي كمان قلت له أنه دور، بس أنه أمي هي اهتمت فيي أنا وصغيرة. هلأ مثلا بتشير عشاء أنا ومام وبيي بغنجني يعني، بس أنه أكيد أمي هي الداعم الأساسي لإلي. ربي يفضلهم لك إن شاء الله ويفضلك ليهم كيف كيف. نتحدث على المواهب الآن، خلينا ندخل أكثر في المواهب، موسيقى ورسم وعدة مواهب ريبيكا، فما حاجة أقرب إلى قلبك من الأخرى، الرسم أقرب أو الموسيقى أقرب؟ حسب المود، لأنه أنا مثلا إذا أنا بحس حالي هيك كتير عبالي أنه كون مع نفسي بفضل روح للرسم، بحسه كتير بفشل لي خلقي. أما الغنى كمان، بس إنه الغنى بحسه بكل الأيام بكل الأوقات، ما في وقت معين يعني. بحس إنه الوقت كل تغني تكون ما. إيه يعني أنت عم تخيلنا شغلتين صعبين ما في نقي. أكيد نحن على كل نشوفه في بعض الرسومات على الشاشة مع المشاهدين، الرسومات هذه تقريبا إنه يعني تتذكر أول رسومات عملتهم ريبيكا؟ أول رسومات؟ أول رسومات صراحة ما بتذكرهم، لأنه بس أنا ذاكرة أنه كنت أرسم كتير بالصف، كنت أرسم على الدفتر تبعي، كنت أرسم يعني إذا بتشوف الدفاتر تبعي ولا دفتر طبيعي، كنت أرسم عيون، مناخير، تم،
كل شيء يعني. وهون بلش الرسم يعني مزبوط يعني، كنت ارسم كثير بالصف والتهي. وبعد تحولت ريبيكا الى الرسم بالفحم، واللي هي حاجه تعتبر مختلفه نوعا ما، مش كما الحاجات الاخرين. اذا هذه هي الرسومات مشاهدينا الكل قاعدين نلاحظوا فيها، موجوده على الهواء كما تلاحظوا. طبعا موهبه يعني تبارك الله عليك، معنا ما نقولوا ريبيكا، لانه تبارك الله رسومات بالفعل مميزه جدا من ناحيه البورتريه، وايضا تقريبا الاشياء اللي كل كنا نلاحظوا فيها على الكانفا. نمشي الى الموسيقى الان. الموسيقى يعني كما ذكرنا تقريبا في كل الاوقات تغني ريبيكا. شنو اللي غرمك اكثر حاجه او حببك اكثر حاجه بالموسيقى؟ بالموسيقى او هكا انه فقط انه كنت دائما تغني، معناها الوقت الكل تكون تغني، او فما حاجه اللي جذبتك اكثر الى انه تكون هكا في هالمجال، وتحب اكثر انه تكون في مجال الموسيقى؟ الموسيقى ما بعرف يعني، الموسيقى ما بتتفسر، اذا انت ما بتحسها ما فيك تفسرها 100%. يعني انت كشخص حتى لو ما بتغني، انت ما بتنبسط انت وعم تسمع موسيقى وانت وعم تغني. انه أنا مثلا وقت بغني تو هاف فان يعني، أنه بحب هيدا الشيء. يلا نحن خلينا نسمعوك تغني. نحن نحب نسمع صوتك كما سمعناه مع بداية الفاصل. إذا خلينا نسمع ريبيكا مرة أخرى مع يزن أو أكابيلا، شنو تفضلوا؟ مع يزن. رجعوني عني الأيام اللي راحوا، علموني ندم على الماضي وجراحه. رجعوني عني الأيام اللي راحوا، علموني ندم على الماضي وجراحه. شفته قبل ما تشوفك عينيا، عمري ضايع بيحسدوه ازاي عليا. اللي شفته اللي شفته قبل ما تشوفك عيني، عمري ضايع يحسدوه ازاي عليا. انت عمري انت عمري اللي ابتدى بنورك صباح، اللي ابتدى بنورك صباح. انت 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 عمري. الله الله. يعني ابدي يا ريبيكا، تبارك الله عليك، تبارك الله على صوتك، تبارك الله على كل شيء. نعطيك كاس الماء تفضل. طيب ريبيكا، نحن دقيقة ونختم. أيضا يعني تبارك الله عليك في كل شيء، موسيقى في الرسم، أيضا دراستك في الهندسة الداخلية، أرشيتكتور دانتيريور، هندسة داخلية معمارية وتأثير على مواقع التواصل الاجتماعي. في هالدقيقة الأخيرة نحب نختم، لأنه أيضا الآن أصبحت الحياة مواقع التواصل الاجتماعي، كل شيء يظهر على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن بالنسبة لك أنت استعمال هذه المواقع بطريقة مختلفة أيضا للتأثير على فكرة الاختلاف وقبول الاختلاف.
أنا بفضل إنه أنا بالعادة ببوستاتي اللي بنزلهم على الإنستغرام بحب دايما إنه مش بس نزل صور، يعني أنا كل سنة بتبع تام جديد للفيد تبعي، بحب نزل قصص مثلا موتيفيشنز كوتس، مش إنه بوزيتيف بطريقة هيك توكسيك، إنه بحب إنه أنا كشخص بحب اقرا هيك قصص انه تحفزني بالعاده، فبحب للفولورز تبعي انه كمان هن انه بالنهايه اللي بدهم يتابعوني بدهم يتابعوني مثل انه يشوفوا البوستات اللي انا بحبها، هن كمان حيكونوا بحبوا ذات الشيء، فانا بحب بالعاده اقرا قصص هيك تحفزني. وايام انت ما بتعرف يعني بيكون بدك هيك ساين او شيء، بتجي يمكن هيدي الكوت يلي انا بنزلها يمكن انه تفيد هيدا الشخص او تعطيه هيك اشاره او شيء، انه انا هيك بفكر، لانه انا ايام بهيك قصص بيساعدوني يعني تاثير بطريقه ايجابيه، وهذا مهم جدا بالفعل. اليوم استمتعنا، انا بنزل القصص يلي انا بحب اشوفها يعني وهذا الاهم اكيد مع مشاركتها كما ذكرت مع كل المتابعين اللي عندك. ريبيكا نحن استمتعنا جدا اليوم بالحوار معك، الهمتنا الهمت المشاهدين، بالفعل نتمنى لك ان شاء الله كل التوفيق في هالمجال اللي مالي، ان شاء الله نشوفك اكبر في مجال ايضا إن شاء الله. الموسيقى والمجال حتى الرسم، وان شاء الله حتى ربي يوفقك فيها. انا بغني حفلات وكل شيء يعني مش بس اكيد هذا هو يعني ان شاء الله انه دائما نكون نشوفوا لك عدد كبير من الحفلات، وايضا حتى تكون ضيفتنا اكثر من مره، نحن نسعد جدا بوجودك كما سعدنا به اليوم. شكرا لك مرة أخرى ريبيكا شلوحي، وهذه فقرة مميزون مشاهدينا بالفعل كانت مميزة جدا مع ضيفة مميزة اليوم.